and everything what is happening, and wish you to have a wonderful time, and we're looking forward to seeing you on Wednesday for the match. And I hope a delegation from your members of Bahrain will also join me for this. Thank you. Thank you so much. Saf Goule. Thank you for the hospitality, and hopefully we'll have a good match. And thank you for having us. You're very welcome, and really, I will be rooting for you. الأجواء طيبة وحلوة ونشوف روح الفريق ما شاء الله متحمسين والمعسكر دائما شيء زين لنا نتطور كمجموعة وإن شاء الله نستفيد من هالأيام في أفضل المعسكر طموحي إن نكون من أفضل الفرق في آسيا وإن شاء الله إن شاء الله في العالم طموحي إن أكون لاعبة لائقة حق المنتخب حق اسم المنتخب حقك شيء حق البحرين وكل ما نلعب مباراة باسم البحرين احنا نأدي كل اللي عندنا سواء خسرنا ولا فزنا ولا تعادلنا طبعا بنفوز لكن اهم شيء احنا نكون راضيين بأدائنا ونعطي 100% ويعني نسوي كل شيء عشان نطلع باسم البحرين ونصير منتخب يعني الكل يتحكى عنه ويقول انه منتخب ناجح ونحقق البطولات. انتي؟ That we keep on like going in camps in Europe and because these camps they put us together and we can communicate better. احنا ان شاء الله نوصل للعالمية باذن الله اذا الله كتب مثل ما تشوف احنا مع البنات يعني اسرة واحدة ما في فرق بيننا كلنا حابين بعض ألفة واحدة كلنا على قلب واحد كلنا نشيل بعض هاي الشيء اللي يميزنا عن باقي المنتخبات يعطينا دافع ان احنا نقدم العرض ان شاء الله نفوز المباريات ونبي نراود من البحرين تقدر تلعب ونجاريهم ونراود من لعبنا احنا بعد وين نستفيد من المعسكر وان شاء الله نكرر المعسكر الحمد لله ممتاز الحمد لله الاجواء وايد زينه الملعب وايد زينه كفريقنا كلنا مع بعض هاي اللي يخليك دائما يبتسم دائما موجود في التمرين ويعطي اقوى ما عنده لان دائما نتمرن نكون صاحيين مع بعض ومركزين وهاي الامور اللي نحتاجها قبل اي بطوله او قبل اي مباريات. فريق الرحمن الرحيم طبعا انا جيت حق المنتخب لهدف معين وهو الهدف اللي انا دائما اسعى له انه يكون عندنا انجاز جديد عقب تعال فتره طويله على الانجازات فاعتقد اليوم يجب ان نحقق ما وصلنا فيه مجموعه من اللاعبات ما شاء الله المتميزين من الكبار والصغار بدأوا ياخذون يشكلون فريق مميز اعتقد اليوم عندنا 22 لاعبه قادرين ان يلعبون في اي وقت وهذا الشيء اللي انا اعتقد انجزته في خلال فتره بسيطه ان ال 22 الموجودين الان معي في المعسكر قادرين ان يحققون اي انجاز حق الفريق وان شاء الله بفضل رب العالمين جهود الشيخ حصه في البحرين قادرين نحقق وطموحنا مع اخواني الجهاز الفني والاداري ان احنا نوصل ذي الفريق لمنصه التتويج. 1 2 3